اهلا بحضراتكم. هبتدي الحقيقه مع استعدادات او تحضيرات النادي الاهلي لمباراه الاهلي والترجي ان شاء الله في قبل نهائي دوري الابطال. بدايه طبعا من الايام اللي جايه مسؤول النادي الاهلي هيجروا مجموعه من الاتصالات مع سفير مصري في تونس عشان يبتدوا يرتبوا البعثه النادي الاهلي اللي هتسافر تونس ان شاء الله عشان تقابل الترجي. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره وسمير عدلي المدير الاداري فتحوا بالفعل خطوط اتصال مع سفارة مصر في تونس عشان يتم التنسيق لكل ما يتعلق برحلة النادي الأهلي إن شاء الله في تونس. طبعا كل ما يتعلق بترتيبات المباراة، ملعب التدريب، الفندق اللي هيقيم فيه أو هتقيم فيه بعثة النادي الأهلي، والأهم طبعا الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا وغيرها طبعا من كل التفاصيل بقى المرتبطة بواحدة من أهم رحلات النادي الأهلي المكوكية. فرقة النادي الأهلي سافرت كتير جدا الموسم ده وإن شاء الله بإذن الله يعني تستمر الرحلات. عندنا رحلة مهمة جدا لتونس وبعدها رحلة في نهائي دوري الأبطال إن شاء الله لو تأهلنا، والأهم من ده رحلة ننتظرها وبقت خلاص كده يعني في الدم، خصوصا إنه جماهير النادي الأهلي متفائلة جدا بوصول تشيلسي لكأس العالم للأندية وشايفة إن فرصة النادي الأهلي قدام تشيلسي بالتأكيد هتكون يعني أفضل من فرصة النادي الأهلي قدام بايرن ميونخ. مباراة الذهاب ومباراة العودة مع الترجي اترحلت 24 ساعة، يعني كان مفترض إنه الماتشين دول يتلعبوا 18/25، لا هيبقوا الحقيقة هيتلعبوا تأجلوا 24 ساعة كل مباراة. يعني هنواجه الترجي 19 يوم سبت 19 ونرجع بعده نلعب يوم السبت 26 في القاهرة برضو مع الترجي إن شاء الله بإذن الله.